Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. حبايبي النهاردة هنتكلم عن الفرق بين الصفة والحال. يعني ايه adjective ويعني ايه adverb. وهنا الادفيرب اللي انا بتكلم عليه هو الادفيرب اوف مانر، يعني حال الطريقة. قال لي باختصار الصفة الادجكتيف is a word that describes a noun، يعني كلمة بوصف بيها اسم او بوصف بيها الضمير العائد على الاسم. يعني لما اقول احمد is fast يعني احمد سريع، فإذا فاست هي الصفة ودي بوصف بيها أحمد. لما أقول منى is happy يعني منى سعيدة، يبقى إذا الصفة هنا happy ودي بوصف بيها منى. طيب إيه هو الأدفيرب؟ قال لي الأدفيرب اللي هو الحال، قال لي دي الكلمة اللي بوصف بيها طريقة حدوث الفعل، عشان كده سموها adverbs of manner يعني أحوال طريقة. يعني لما أجي أقول منى runs quickly يعني منى بتجري بسرعة. لو بصينا لكلمة quickly هنا هلاقيها حال. ليه حال؟ لأنها بتوصف الطريقة اللي بتجري بيها منى. سامي walks slowly يعني سامي بيمشي ببطء. لو بصيت على كلمة slowly هلاقيها حال. ليه؟ لأنها بتوصف الطريقة اللي بيمشي بيها سامي. يبقى إذن حال الطريقة أو الأدفيرب أوف مانر هو الكلمة اللي بوصف بيها طريقة حدوث الفعل. وهنا بلاحظ إن معظم الأحوال أو أحوال الطريقة بجيبها دايما من الصفة بإضافة الواي. تاني بجيبها من الصفة بإضافة الواي. شكل slow slowly، quick quickly، bad badly، happy happily. ولكن برضو هنلاقي ان بعض الاحوال بتختلف تركيبتها او بتبقى هي هي الصفة. يعني لو بصينا مثلا على كلمة شكل كلمة good جيد هلاقي الحال منها will. يعني لما اقول احمد is good يعني احمد جيد، اما لما اقول احمد studies well يعني احمد بيدرس بشكل جيد. يبقى اذا هنا good هي الصفة اللي بوصف بيها احمد، اما will هو الحال اللي بوصف بيها طريقة المذاكرة بتاعت احمد. طب يا ترى لو الصفة هي هي الحال، يا ترى هعرف انها صفة او حال ازاي؟ قال لي على حسب the word that describes يعني الكلمة اللي هي بتوصفها. والله لو بتوصف اسم فانا بقول عليها هنا ان هي صفة، اما لو بتوصف طريقة حدوث الفعل فانا بقول عليها حال. يعني لو قلت احمد is fast يعني احمد سريع، فاذا هنا fast لازم اقول عليها صفة لاني بوصف بيها احمد. اما لو قلت احمد runs fast يعني احمد بيجري بسرعه، يبقى اذا فاست هنا هقول عليها حال لان بوصف بيها طريقه الجري بتاعت احمد. ملخص الكلام ده ان الادجكتيف الصفه دي كلمه بصف بيها الاسم او الضمير العائد على الاسم، اما الادفيرب الحال فدي كلمه بوصف بيها طريقه حدوث الفعل. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. السلام عليكم.